مساء الخير. 49 عاماً مضى منها عام واحد هو عقد الإذعان الذي أخذت روسيا بموجبه مرفأ طرطوس لتتخذ أول خطوة لها بفصل عمال المرفأ وتعيين عدد أقل من العمال، كما عينت اليوم مندوباً سامياً كمدير لمديرية المرفأ. الأمر استدعى الاعتراض من قبل العمال ونقابة النقل البحري في طرطوس بعد أن قطع الاحتلال الروسي رزقهم، فيما لم يتدخل نظام أسد لحفظ حقوقهم وهم المحسوبون على أنهم بيئته الحاضنة، واستخدم نظام أسد أبنائهم لمواجهة ثورة الشعب السوري. حالياً تستمر روسيا باستهلاك المرفأ لربح أكبر قدر من الأموال على حساب البنية التحتية للمرفأ، فيما أبناء محافظة طرطوس يضطرون للعمل بعدة مهن من أجل تأمين بعض الخبز لأطفالهم، فيما الشبيحة يسرقون كل ما يمكن باستخدام قوة السلاح. كل ذلك يدفعنا اليوم للتساؤل عن أسباب استبدال روسيا لأربعة مدراء للمرفأ خلال عام واحد فقط، ولماذا لا يحرك بشار أسد ساكناً لحفظ حقوق عمال المرفأ؟ أم أنه لا يستطيع طرح مثل هذه الفكرة أمام المندوب السامي الروسي على سوريا؟ وماذا يمكن لموظفي المرفأ فعله لاسترجاع حقوقهم والمحافظة على البنية التحتية للمرفأ بعد البيانات التي أصدرتها نقابة النقل البحري بأن روسيا تستنزف هذا المرفأ بكل الطرق دون أي تحسين في بنيته التحتية، كما ينص عقد الإذعان مع الروس؟ كما نتساءل أيضاً من الناحية القانونية البحتة إن كان يمكن للسوريين إلغاء عقد الإذعان هذا الذي وقعه بشار مع الروس بعد سقوط النظام. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. عينت روسيا مديرا جديدا لمرفأ طرطوس، المزيد في التقرير ونعود للنقاش. هذه ليست قوات روسية تحمي حدود بلادها البحرية أو أحد موانئها، وإنما تمارس بعض التدريبات في ميناء طرطوس بوصفها قوة احتلال بعد أن سلمها نظام أسد المرفأ لمدة 49 عاماً. الجديد في الموضوع تعيين جايسن آيرات رايفاتوفيتش مديراً روسياً لمديرية إدارة المرفأ خلفاً لأليكسي ألكسانروفيتش الذي استمر في المنصب لمدة 5 أشهر فقط. التعيين الجديد أثار حفيظة فؤاد حربة رئيس نقابة النقل البحري في طرطوس التابع لنظام أسد، حيث يعتبر المدير الرابع خلال عام منذ تسلم الشركة الروسية سي تي جي إنجينيرينج المرفأ. فبنظر حربة هذه التغييرات ليست حالة صحية، لأنهم ما أن يتفقوا مع مدير يعودون إلى الصفر بحسب تصريح له لموقع روسيا اليوم، فيما تسليم المرفأ لجهة استعمارية تقليدية لم تهز شعرة في رأسه. حربة لم يوضح على ماذا يحاولون الاتفاق مع كل مدير، إلا أن هذا التصعيد بوجه الروس ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن اتهم الشركة الروسية في شهر تشرين الأول الماضي بعدم الالتزام بعقد الإذعان بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته بمبلغ 50 مليون دولار خلال 4 سنوات من تسلمها، حيث تكتفي بتبديل قطع الغيار بين الآليات المعطلة، الأمر الذي يزيد من الوضع سوءاً. فهل سيعمل المندوب السامي الجديد لمرفأ طرطوس على مطالب نظام أسد؟ أم أن ما قاله موقع روسيا اليوم بأن الصلاحيات الأكبر في المرفأ بيد الجانب الروسي أبلغ من أي رد؟ وحول ما يجري داخل مرفأ طرطوس ينضم إلينا الدكتور نصر اليوسف الإعلامي والخبير في الشأن الروسي معنا من موسكو، كما ينضم إلينا أيضا الصحفي الاقتصادي مصطفى السيد معنا من برلين. مساء الخير وأهلا بكما دكتور مصطفى. دعني أبدأ معك، ما هي أهمية مرفأ طرطوس بالنسبة لروسيا؟ مرفأ طرطوس هو القاعدة الأساسية للوجود الروسي في المياه الدافئة، يعني حتى عند في اللحظة اللي انهار فيها الاتحاد السوفيتي بقيت الجزء الروسي في مرفأ طرطوس القاعدة الوحيدة لروسيا خارج الاتحاد الروسي، وبقيت باعتبارها يعني نقطة استراتيجية قدمها حافظ الأسد للروس قبل حتى توقيع اتفاق الصداقة والتعاون بين الاستراتيجي بين
سوريا والاتحاد السوفيتي في الثمانينيات. موقع طرطوس هو الموقع الأهم للمصالح الروسية في العالم. نعم، هذا الموقع الأهم بالنسبة للمصالح الروسية دكتور نصر كما يرى الأستاذ مصطفى اليوم، هل مرفأ طرطوس يحافظ على هذه المصالح الروسية في المنطقة، وهل ما يجري اليوم من صراع ونزاع بين موالين لنظام أسد من عمال داخل هذا المرفأ وبين إدارته هو يعكس يعني ما يجري في الكواليس؟ تحية لك أستاذ أحلام وللسيد الضيف وللسادة المشاهدين. أهلا فيك. دعونا نتحدث عن أمرين. هناك نتحدث عن الميناء البحري العسكري الذي استأجرته القوات البحرية الروسية لمدة 49 عاما، وهذا مدني ليس له علاقة بالشط بالجانب العسكري مطلقا. إنه كما يدعي علي حمود الذي أدلى في ذلك الوقت بتصريح قال فيه إنه اتفاق على الاستثمار المشترك، فيما قال باريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي إنه استئجار، وأنا أميل إلى تصديق باريسوف وليس إلى علي حمود. إلى تصديق علي حمود. نعم، دعونا نتحدث نفصل بين الاثنين. إذا أردنا الحديث عن الجانب العسكري فلا شك في أن القاعدة الآن كانت تسمى نقطة الإمداد اللوجستي، أما هي في الحقيقة قاعدة بحرية بكل معنى الكلمة. هذه مهمة جدا لنشاط أسطول البحر الأسود. هناك في روسيا عدد من الأساطيل، الأقرب للبحر الأبيض المتوسط هو أسطول البحر الأسود الذي يرعى المصالح العسكرية الروسية في هذه المنطقة. نعم، وكانت يعني قد وضعت فيها فرقاطتين لهذا الميناء البحري العسكري كما ذكرت دكتور نصر. اليوم اقتصاديا هل ميناء طرطوس أو مرفأ طرطوس هو بالمطلق بيد الروس، ويعني المؤسسات التابعة لنظام أسد لا تستطيع أن تتدخل بما يجري فيه؟ أنا أرجح أن يكون إدارة مطلقة، استئجار مطلق لمدة 49 عاما. يعني مهما حاولوا لفلفته بنوع من الاتفاق الاستثمار المزدوج أو ما إلى ذلك، أنا أعتقد هذا الكلام ليس دقيقا، وأن الروس، لأن أريد أن أوضح للإخوة المشاهدين أمر واحد، هذه ليست روسيا لنقول روسيا عينت وروسيا وما إلى ذلك، هذه شركة تجارية بحتة. هي صح أسهمها، سأعود إلى هذه الشركة التجارية البحتة وأيضا يعني لمالك هذه الشركة الذي يعتبر مقرب من بوتين. نعم. جدا، ولكن نعم. يعني دعني أنتقل في سؤال للأستاذ مصطفى على الصعيد الاقتصادي. أستاذ مصطفى، ما أهمية هذا المرفأ اقتصاديا بالنسبة للروس وبالنسبة أيضا للسوريين؟ لنكون دقيقين بشكل أكبر، يعني كل الاستثمارات الروسية التي جاءت بعد الاتفاق روسيا مع الأسد على تثبيت الكرسي، يعني على تثبيت الأسد على الكرسي في مواجهة الشعب السوري، ذهبت هذه الاتفاقات الاقتصادية كلها إلى المافيات الروسية، يعني لم تذهب العقود باتجاه خدمات باتجاه الحكومة الروسية أو الشعب الروسي. كمان هاي مسألة كتير دقيقة، وإجت هاي على حساب الشعب السوري. يعني المداخيل الأساسية من قطاع المرافق سواء في طرطوس أو حتى في اللاذقية، الصراع الروسي الإيراني واضح على في مرفأ اللاذقية، لكن في طرطوس الملكية المطلقة لهذه الشركة التي يعني هي بالنهاية مملوكة لأفراد ينتمون إلى عصابات المافيا اللي أصبحت شبه مطلوبة دوليا يعني. وبالتالي هذا يعني يشكل عبء إضافي على السوريين وعبء إضافة حتى على الحكومة الروسية. كمورد اقتصادي أستاذ مصطفى، هل كان مرفأ طرطوس يعني يعتبر مورد اقتصادي جيد بالنسبة لميليشيا أسد؟ طبعا
طبعا لانه يعني المرفأ كان قوه تشغيليه لحاضنه النظام، يعني مجموعه الهتيفي والشبيحه والكذا معظمها كانت تعمل بهذه المنشآت، يعني عمال هذه المنشآت اني جزء من الشبيحه التي كانت تواجه الشعب السوري. يعني اصبحت هذه الشركات سواء يعني عمال مرفأ طرطوس او عمال شركه الاسكان العسكري على سبيل المثال وكذا، كانوا ينزلوا بمواجهه المظاهرات السلميه بالعصي وكانوا ياخذوا اضافه على عملهم 500 ليره باليوم انذاك. يعني ف هاي يعني التوظيف لعمال الدوله في مواجهه الشعب كان واضح يعني من بدايه 2011، وبالتالي يعني هن الان عم يلاقوا مصير يعني اسود، لانه كل مساهماتهم في نهب الشعب السوري ذهبت ادراج الرياح، لانه تثبيت السلطه ما قدروا يقدموها عني، وبالتالي اضطر النظام انه يذهب راكعا الى روسيا لحمايته من السقوط امام الشعب السوري. وبالتالي تقاسم النهب الآن أصبح أكبر، بحيث أنه الحصة الروسية في النهب أكبر بكثير من حصة الأسد وحاضنته، وهذا نحن عم نلاحظه بعمليات اللي عم شاهدناها، يعني سواء على موقع قاعدة حميمين أو على عمليات التفجير اللي حصلت في ميناء بانياس واللي كانت خلفها مجموعة الشبيحة إضافة إلى مجموعات إيرانية متضررة من النفوذ الروسي المتزايد في المصالح الاقتصادية على الشاطئ السوري. نعم دكتور ناصر، STG Engineering هي التي تقوم اليوم بإدارة هذا المرفأ، واستغلت يعني التفجير الذي وقع في ميناء بيروت لتبدأ بالإعلان والترويج، لأنه هذا المرفأ هو قادر على أن يكون له مكان خاص في الحركة التجارية في المتوسط. هل ترى بأنها يعني تأتي في سياق الترويج لأعمالها؟ ما هي فعلا قادرة على أن تضع بصمة خاصة بها في تلك المنطقة على حساب موظفين سوريين يتبعون لميليشيا أسد وعلى حساب المؤسسات التي تتبع أيضا لهذه الميليشيا؟ يعني يجب أن ننتقل إلى الجانب الاقتصادي البحتي. ستروي ترانس غاز هي مؤسسة كبيرة جدا، ضخمة جدا، ولها مشاريع حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد في روسيا في سوريا منذ عام 2000 على أقل تقدير، ونفذت عددا من المشاريع. علاقتها مع العمال السوريين ومع السوريين، الإدارة السورية بشكل عام، لن تكون أكثر من يعني دعيني أقول اقتصادية بحتة. فنحن نعرف البطالة المقنعة التي سادت كل الشركات السورية على امتداد من سنة 1963 وحتى الآن، يعني كانوا يزيدون عدد العمال ليعطوا كل واحد منهم نصيبا من يعني بسيطا من الدخل القومي. هذا اسمه البطالة المقنعة. ستروي غاز انجينيرينج لن تقبل بالبطالة المقنعة، لن تترك إلا من العمال ما يعني دكتور ناصر حضرتك ترى بأنه هي هذه الشركة قادرة فعلا على تشغيل هذا المرفأ؟ أكيد الآن بعيدا عن السرقات والنهب، أم أنه سيكون هنالك يعني نظام المحاصصات؟ لا سيدتي، هذول شركة تجارية، هم يعني يشتغلوا في كل مكان. وغايسن جاء من ميناء على بحر البلطيق، هاي في كالينينغراد، منطقة هو كان مدير في تلك المنطقة، وهو يتمتع بخبرة جيدة في إدارة هذا النوع من الأنشطة. فأنا أعتقد مدة 49 عام كافية، لأن ليس فقط تسترد كل الاستثمارات التي يمكن أن تضخ بها، بل ولإخضاع الدولة الروسية، يعني سوريا 49 سنة للاستئجار، وهذا يعني وقت كافي تماما. أنا أعتقد أنهم سيستغلون هذا، يعني هذه الشركة ستستغل ميناء طرطوس خير استغلال وأبشع استغلال. نعم. معروف هي ليست يعني ستحقق لنفس المكاسب على حساب البنية التحتية لهذا المرفأ وأيضا على حساب العاملين فيه.
أنا كما قلت يعني هي ستستخدم السوريين، ستوظف السوريين، لكن بالقدر الذي يعني يفي بمتطلباتها الاقتصادية، نعم وليست لمنح الدولة السورية نوع من المصداقية، يعني سواء كانوا شبيحة أو غير شبيحة، فهي ليست معنية بتوظيف الناس الذين لا يلزمون لمصلحتها. نعم أستاذ مصطفى، يعني بيانات من قبل نقابة النقل في طرطوس حول ما يجري داخل مرفأ طرطوس، على الرغم من أنه كما ذكر الدكتور ناصر أنه هذه الشركة التي استأجرت هذا المرفأ هي شركة دولية تعمل في سوريا منذ عام 2000، والعلاقة هي اقتصادية بحتة. بأي سياق تأتي هذه البيانات؟ هل هي اعتراض على روسيا بعد أن قاموا بتأجير هذا المرفأ؟ هل ذهبت السرقات من أيديهم في نقابة النقل لذلك بدأ الصوت بالخروج؟ بداية في اعتراض على التقييم الاقتصادي لستروي ترانس غاز. يعني أنا أعرف الشركة جيدا ومتابع نشاطها من اللحظة اللي دخلت فيها الاقتصاد السوري، وهي دخلت حقيقة بالقوة الأكبر خلال عملية تنفيذ مشروع بناء خط الغاز العربي من الحدود الأردنية السورية إلى منطقة الريان، وإجا هذا بالتزامن مع مسألة الضغوط اللي واجهها النظام بمسألة اغتيال رفيق الحريري. فإجا العقد عمليا هو لتغطية النفوذ الروسي الذي مورس دوليا لحماية ومرافقة الضباط السوريين اللي تم استجوابهم في فيينا، وتم رفع هذا العقد بحدود مليار و200 مليون دولار لعمليات الحماية اللي أدارتها ونفذتها هذه الشركة على حساب السوريين، وحماية لعدم ذهاب ماهر الأسد وآصف شوكت إلى فيينا للتحقيق. هذين الاسمين كلفوا الخزينة السورية بحدود تقريبا 800 مليون دولار دفعة مباشرة إضافية على العقد الذي كان غطاء للعملية اللي هو عقد بناء. وأعرف أنا التفاصيل بشكل شخصي يعني. فهذه الشركة هي مجموعة من المافيا الروسية وتأخذ شكل اقتصادي. إذن هذه البيانات الخارجة اليوم من نقابة العمال هي يعني حالة التنافس المافيوية، حالة صراع بين حرامي محلي وحرامي خارجي على حساب الشعب السوري المنهوب. يعني الحرامي اللي موجود بمرفأ طرطوس اللي موجود هو على حساب القوى الإنتاجية للمنشأة الوطنية، شعر أنه الحرامي الروسي اللي حمى كرسي السلطة في سوريا أخذ حصة أكبر يعني من حصته في النهب. نعم. يعني هن اثنين حراميات تنافسوا على سرقة الشعب السوري. دكتور ناصر، اليوم يعني روسيا تمتلك مرفأ عسكري في طرطوس وأيضا اليوم هذا المرفأ التجاري، برأيك ما هي أهمية ما تقوم به روسيا على الصعيد الإقليمي، وأيضا ما هي خطورة هذا الموضوع؟ سيدتي العزيزة، روسيا ليس فقط ميناء تجاري، تمتلك ميناء تجاري وميناء عسكري، وإنما أنا أعتقد من خلال العقود والعقود الإضافية والأراضي المضافة لقاعدة حميمين ولميناء طرطوس والقاعدة البحرية في طرطوس طلبت مساحات إضافية، أنا أستطيع القول وضميري مرتاح بأن روسيا تسيطر على الساحل بأكمله. طيب هذا الساحل هل ستتخلى عنه روسيا بعد 49 عام إذا ما انتهى هذا العقد برأيك؟ يعني كما يقول مثل، خلال 49 عام إما أن يموت الملك وإما أن يموت الحمار وإما أن يموت، ولكن كنوايا سياسية وأيضا اقتصادية مستقبلية لروسيا، هل
ترى كخبير في الشأن الروسي بأن روسيا هي تخطط للبقاء لهذه المدة فقط أم أنها تخطط للبقاء لمدة أطول من ذلك بكثير؟ الاتحاد السوفيتي خطط للبقاء في فيتنام وكوبا وما إلى ذلك، ووجد نفسه في مرحلة ما مضطرا وخرج صاغرا من أفغانستان. فالظروف ستتبدل خلال 50-49 وحتى خلال 10 سنوات، يمكن أن تتبدل ويمكن أن يتبدل النظام الحاكم حاليا في روسيا. فلا نستطيع الرجم في الغيب وقراءة الفناجين. نعم. أما ما نستطيع أن نقوله الآن، فروسيا تسيطر بالإضافة إلى الساحل. أردت أن أستكمل الفكرة. نحن نعرف أن كل شرق تدمر حاليا تحت الوصاية الروسية، والشركات الروسية هي التي فرضت على الأسد وعصابته يعني شروط في غاية الإجحاف. نحن نعرف أن بريغوجين فرض 25%، يعني يجب أن يحصل على 25% ليس من المربح وإنما إجمالي دخل الشركات الفوسفات. يعني هناك شروط يعني لا يستطيع الأسد أن يرفضها لأنه في موقف ضعيف جدا جدا جدا. والبيانات التي تخرج عن نقابات وما إلى ذلك هو تعبير يعني المقهور، لا يستطيعون، هم لا يأملون خيرا من النظام أو من العصابة التي خدموها وضحوا في سبيلها بأبنائهم، ولذلك يطلقون البيانات، وهذا الأمر لا يفيد ولا يثمر من جوع. الآن الشركة الروسية ستشتغل بما يؤمن مصالحها بالدرجة الأولى، المصالح الاقتصادية، ولا تعبأ بالنشاط الاجتماعي وبالحال الاجتماعي للعاملين. إذا كنت عاملا جيدا وتستطيع أن تقدم قيمة مضافة لهذه الشركة فأنت مرحب به، وإلا فالشارع مصيره ولن يستطيع. يعني هل ترى أن هذا الضغط الذي يتعرض له العمال داخل مرفأ طرطوس هو ضغط ممنهج من قبل هذه الشركة الروسية لاختيار الموظفين الأكثر كفاءة؟ نعم، هذا هو يعني الاستنتاجين متناقضين إلى حد ما. يعني الضغط ليس ممنهجا بقصد الضغط وإنما بقصد الانتقاء، بقصد الانتقاء الكفاءة. أن نحن نعرف يعني أنا ابن سوريا ومعمل الحديد موجود بجانب بلدي، نعرف أن هناك ناس يعني لا يعملون مطلقا، يذهبون يدقون الكرت ويعودون بدون أي شغل، وهذا الأمر لن يمر مع الروس ومع هذه الشركة تحديدا. هذه الشركة ناجحة، يعني الأخ مصطفى يعني يكرر هذه الشركة تعمل حتى في الولايات المتحدة وتعمل في أوروبا، وهي التي مدت العديد من المشاريع الكبيرة، هدفها اقتصادي. نعم هي من جماعة الروس الجدد، وأسسها بالمناسبة رئيس وزراء الأول وهو فيكتور تشيرنوميردين. هذه الشركة تجارية بكل معنى الكلمة، ويقوم عليها طبعا الذين سيطروا عليها الروس الجدد الذين نهبوا خيرات الاتحاد السوفيتي واستولوا عليها في غفلة من الشعوب السوفيتية والروسية. لكن الآن شركة بكل معنى الكلمة وتدخل مناقصات دولية، مزادات مناقصات، ما أعرف ما تسميتها الصحيحة، وتعمل حتى قلت أنها تعمل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المؤكد. ولكن يعني بظروف كل بلد تختلف الشروط التي تعمل بها هذه الشركات، يعني الوضع في سوريا لا يشابه أبدا الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر أستاذ مصطفى. بموضوع العمال والاعتراضات من قبل النقابة في الموقف الصعب الذي يعني وضع النظام أسد نفسه به من خلال هذه العقود طويلة الأمد والتي يعني تهب موارد الدولة الطبيعية لدول مثل روسيا ولا يصل لا لحاضنته ولا للسوريين أي نتائج اقتصادية من هذا الموضوع، ما هو الموقف المستقبلي لهم، وخصوصا بأنهم يعتبروا أنفسهم أنهم قدموا له الغالي والنفيس يعني للحفاظ على كرسيه؟ هلق في إطار التحالف اللي تم بين النظام وروسيا، كان التحالف أساسه والحفاظ على هذا النظام وعدم سقوطه بعد يعني الانهيارات اللي واجهتها إيران وحزب الله والجيش السوري ضد الشعب السوري. هذه الكلفة يعرفها النظام ويعرفها الروس، وبالتالي نحن الآن نشهد الآن عمليات
قتالية من القوى الإيرانية الموجودة في الساحل السوري ضد المنشآت الروسية. وهذه العمليات بقودها رياض شاليش اللي هو الآن متخفي عن الأنظار، وهو اللي رتب عمليات الطائرات المسيرة باتجاه حميميم، وهن اللي رتبوا عمليات التفجير المتكررة 3 مرات بمرابط مرفأ بانياس. الاستثمارات الروسية الآن كلها في سوريا هي يعني في تنتظر لحظة واحدة من لحظات اليقظة عند هؤلاء الناس تجاه مصالحهم الشخصية ومصالحهم الوطنية لإخراج هذا الاحتلال ب4 عمليات تنتهي كل الوجود الروسي بالساحل السوري. ويعني هل البيئة يعني هنالك مناسبة لهذا النوع من اليقظة كما وصفته أستاذ مصطفى؟ إيه، هذا النهب بالأصل الموارد شحيحة يعني، والسوريين اللي كانوا عم يسرقون النظام وهي الفئات اللي كانت داعمة للنظام أصبحوا خارج سوريا. يعني خيرة السوريين اللي كان عم يسرقون النظام وجماعة الطفيليين هدول اللي كانوا عم يروحوا يدق الكرت ويرجعوا والبقية الخدم كانت عم تشتغل أصبحت خارج سوريا وخارج قوة العمل السورية. يعني موجودين بتركيا، موجودين بلبنان، موجودين بمصر، موجودين بالأردن، موجودين بألمانيا. فبالتالي صار في تقليص للموارد، وهذا بالتالي سيزيد من عملية الضغط على المداخيل بسوريا، لأنه الاقتصاد السوري الآن يعني تقلص تقريبا بحدود 1/10 من الاقتصاد اللي كان عم يشتغل سنة 2011، وبالتالي موارد الحرامية نقصت 1/10، يعني 10 مداخل الاقتصاد السوري يا دوب الآن بينتج المجمل الناتج الوطني 6 مليار دولار، بينما كان المسجل بال 2011 انه الدخل الوطني بحدود 60 مليار دولار. وبالتالي راح نشهد نحن صراعات بين الحراميه نفسهم، لانه نقصت الكتله، زائد انه خليني احكي وللاسف يعني انه هذا الحكي هو يعني الخطر والنهب كان لطائفه محدده بسوريا، وهي هاي الطائفة اللي الآن موجودة بالمخيمات، ما في طائفة تانية، يعني في طائفة واحدة موجودة بالمخيمات هي الطائفة المنهوبة، وهاي الطائفة المنهوبة الآن أصبحت خارج عمليا مرحلة الإنتاج. يعني إذا أنت اللي بقي من الطائفة المنهوبة داخل الأراضي السورية هو متعرض للنهب على كل الحواجز، ومتعرض للاعتقال والنهب من قبل الأجهزة الاستخبارات والمحاكم والشرطة والسلسلة النهب اللي موجودة من فوق لتحت. وهذا المسألة يعني بنيوية ما عاد في حل لها. يعني هذا الحرامي اجا قتل البقرة اللي كانت عم تحلب له، أو هجرها أو أخرجها خارج البلاد. نعم. ارتكب النظام خطأ استراتيجي باللحظة 2015 وقت الدخول الروسي بالشهر 9/2015، كان لو انهم هن حراميه بيفهموا كان عملوا عفو عام وانتهى الموضوع، باعتبار صار في حمايه روسيه لهم وصار في قوه عسكريه قاهره موجوده تحالفوا معها، كان فيهم يرجعوا البقره ترجع تاكل وترعى وتحلب لهم. نعم. لكن هن وضحت النقطه استاذ مصطفى. سالنا متابعينا على ايضا وسائل التواصل الاجتماعي على منصات اورينت، هناك سالناهم انه هل خرج مرفأ طرطوس من ايدي السوريين واصبح دجاجه تبيض ذهبا لروسيا؟ الاجابات كانت ترى بنسبه 90% نعم، بنسبه 10% لا. دكتور نصر، اترك لك التعليق على الاستطلاع وما جاء فيه. بس يعني الإجابات حقيقية، وهذا يدل على أن المتابعين واعين. نعم، للأسف الشديد يجب أن نقر بأن كما قلت 49 سنة كافية ل يعني استحصال كل ما يمكن أن يستحصل منه كان الناتج القومي السوري من هذا المرفأ. هذا المرفأ هو مرفأ تجاري
حمولات بشكل عام ليس الركاب، وهو مصدر أساسي للاستيراد والتصدير، وكان ممكن أن يدر على الخزانة السورية الكثير من المبالغ. الآن من المؤكد أن هذه الشركة الجشعة، يعني لن وخاصة أن شريكها ضعيف جدا لا يستطيع إلا أن يقول نعم، فللأسف الشديد نعم سيتحول إلى دجاجة تبيض ذهبا لهذه الشركة تحديدا، ولا يفيد السوريين منها إلا رائحة مخلفات الدجاج. شكرا جزيلا لك دكتور نصر اليوسف، الإعلامي والخبير في الشأن الروسي، كنت معنا من موسكو. أشكر أيضا الكاتب الصحفي الاقتصادي الأستاذ مصطفى السيد، كان معنا من برلين. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود وألقاكم غدا بإذن الله.